النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العنب. الأهلي يبدأ الاستعدادات للنجم الساحل. الفريق الأول يدخل معسكرا مغلق الخميس. والجهاز الفني يؤكد جاهزية السعيد وسليمان وإكرام. مجددا والى التفاصيل، اكد حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ان مباراتي الاتحاد السكندري والرجاء بمسابقه الدوري كانتا افضل اعداد للفريق قبل مواجهه النجم الساحلي والمقرر لها يوم الاحد المقبل باياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب برج العرب بالاسكندريه. واكد البدري ان الدوافع بالبطوله الافريقيه تختلف تماما عن مسابقه الدوري، لافتا إلى أن مواجهة النجم لم تكن سهلة على الإطلاق نظرا لرغبة الفريق التونسي في الصعود للنهائي. وأضاف المدير الفني للأهلي أنه يتمنى أن يكون توفيق حليف الفريق في لقاء برج العرب لتعويض خسارة لقاء الذهاب وحسم بطاقة تأهل الدور النهائي من البطولة واستعادة اللقب الأفريقي. قال حسام البدري المدير الفني للأهلي أن قرار الأمن بالموافقة على حضور 50,000 مشجع للمباراة سيكون عاملا إيجابيا في حسم لقاء النجم. وأكد المدير الفني أنه يثق في حب وإخلاص جماهير الأهلي ودعمها للفريق وزحفها بقوة للملعب من أجل مؤازرة الفريق وتقديم الدعم والمساندة للاعبين. وأتمنى البدري أن يكون التحكيم عادلا خلال لقاء برج العرب وأن يقوم الحكم بمنح الحقوق لأصحابها. أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة حسام البدري على جاهزية عبد الله سعيد ووليد سليمان لمباراة النجم الساحلي. وتعافى سعيد من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء الذهاب أمام النجم، بينما تعافى وليد سليمان من الإصابة والتي لحقت به خلال مباراة الاتحاد السكندري بالدوري. وأكد البدري أن الجهاز الفني جاهز لكل الاحتمالات لأن الإصابة أمر طبيعي في كرة القدم، وعلى المدرب أن يجد بدائل اللاعبين الغائبين، مشيرا إلى أن الأهلي يملك بدلاء جيدين في حالة غياب أكثر من لاعب مهم أمام النجم.
السكران وبيتقط الطعم. يا عين يا عين يا عين يا أسد أسد ابن أسد ابن المباراة. افريقيا فقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلي ان شريف اكرامي جاهز لخوض مباراه نجم الساحلي يوم الاحد المقبل في اياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. واوضح المدرب الاهلي ان اكرامي تعرض لالام خفيفه في العضله الضمه خلال مباراه الاتحاد والكشف الطبي اثبت معاناه اللاعب من الاجهاد، لذلك كان القرار باراحته من مباراه الرجاء واشراك محمد الشناوي. وأضاف سليمان إكرامي تدرب أمس بشكل طبيعي وتأكدنا من جاهزيته لمواجهة النجم الساحلي والمقررة على ملعب برج العرب بالإسكندرية. بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مساء اليوم الثلاثاء الاستعداد لمباراة النجم الساحلي الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقرر حسام البدري المدير الفني للفريق استئناف التدريبات بدون راحة عقب خوض مباراة الرجاء أمس في الدوري. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك، احكي لنا عن كواليس التدريبات النهاردة. مساء الخير يا فيروز، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن الفريق يمكن منذ لحظات انهى التدريب الاول استعدادا لمباراه النجم الساحلي عقب لقاء الرجاء. يمكن الاستعدادات بدات اليوم لهذه المباراه الهامه في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني الجهاز الفني اطمأن على حاله معظم اللاعبين تحديدا عبد الله السعيد ووليد سليمان وهشام محمد وشريف اكرامي. الرباعي اللي كان غايب خلال المباراه السابقه بسبب بعض الاصابات في عدد من اللاعبين، النهارده الجهاز الفني اطمأن عليهم. شريف اكرامي خاض تدريب فني وبدني تخصصي مع كابتن طارق سليمان واطمأن على حالته واصبح جاهزا بشكل كبير جدا لمباراه النجم الساحلي. اما بالنسبه لعبد الله السعيد وهشام محمد شاركوا النهارده في التقسيمه الجماعيه بشكل طيب جدا، ورغم ان هناك تحفظ على يعني طبعا المشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل قوي خوفا على تجدد اصابه او شيء من هذا القبيل، لكن الجهاز الفني بصراحه النهارده اطمأن على حالتهم وسيبداون المشاركه التدريجيه خلال الفتره القادمه مرحله مرحله حتى موعد لقاء النجم، املا ان شاء الله ان هم يكونوا جاهزين من بدايه المباراه ويستعيدوا كامل لياقتهم الفنيه والبدنيه. بالنسبه لوليد سليمان كان في تدريب بدني تخصصي شويه معاه قبل المشاركه في المران الجماعي، يمكن وليد كان عنده قدمه قويه جدا في شذيه القدم تعرض لها في مباراه الاتحاد السكندري وغاب عن مباراه الرجاء، فالنهارده كان شارك في التدريب الجماعي والتقسيمه، لكن كان في تدريب بدني كده تخصصي معاه يعني لرفع لياقته البدنيه وتجهيزه خلال الفتره القادمه، لكن مع الوقت ومع التدريبات التدريجيه خلال الايام القادمه يا فيروز باذن الله ان شاء الله هيكون يعني يلحق بشكل كبير. طبعا المجموعه اللي شاركت في مباراه الامس الجهاز الفني كان في مران استشفائي لعدد منهم وفي العدد منهم ايضا كان بيشارك في الجري حول الملعب، كل حسب مشاركته في مباراه الامس امام الرجاء والمده الزمنيه اللي شارك فيها. حسام عاشور يمكن انا سالت الدكتور خالد محمود عن اصابه حسام عاشور بالامس والاشعه، يعني اكد لي ان هي مزق في العضله الضمه، ويعني للاسف يعني حسام عاشور هيغيب بفتره، يعني اتمنى ان شاء الله ما تكونش فتره طويله، لكن يعني حسام عاشور خلاص يعني اصبح رسميا خارج صفوف فريق النادي الاهلي في مباراه النجم الساحلي. احمد عادل النهارده كان تواجد في التمرين لكن لم يشارك، يعني تعرض لنزله برد فما قدرش يشارك في المران النهارده مع الفريق، لكن متواجد وحضر المحاضره اللي عقدها كابتن حسام البدري مع اللاعبين قبل بدايه المران. بكره ان شاء الله هيكون في مران الساعه 4:30 والخميس ايضا في نفس الموعد، والتوجه للاسكندريه ان شاء الله لخوض معسكر مغلق قبل المباراه باذن الله ب 72 ساعه، ومن خلاص من اللحظه دي الجهاز الفني لا حديث يعلو على مباراه النجم الساحلي والمحاضرات النظريه والمحاضرات الفنيه والهايلايتس وكل اللقطات الخاصه بفريق النجم الساحلي والطريقه اللي الاهلي ممكن هيلعب بيها هذه المباراه.
محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهاتف. قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري الدخول في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بمدينة برج العرب استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي والمقرر لها الأحد المقبل. جاء قرار الجهاز الفني حتى يصل باللاعبين إلى أعلى مستوى من التركيز من أجل التأهل إلى المباراة النهائية، ويكفي الأهلي الفوز بهدف واحد للتأهل بعد أن خسر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الأهلي المصري والمشمر هذه الساحل التونسي. تصل بعثة فريق النجم الساحلي يوم الخميس المقبل إلى مدينة برج العرب على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. ومن المنتظر أن يخوض فريق النجم تدريباته في مدينة برج العرب يومي الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، والسبت على الملعب الرئيسي والذي سيقام عليه اللقاء. اتحاد الكرة، حيث قال سعيد دبيد نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي أن بلاده ستستضيف السوبر المصري بين الأهلي والمصري في شهر يناير المقبل. وأكد عبيد أن هناك مخاطبات رسمية بين الاتحادين المصري والإماراتي لإقامة السوبر المصري في الإمارات وإقامة السوبر الإماراتي في مصر في شهر يناير المقبل. وكان اتحاد الكرة قد حدد يوم 12 من شهر يناير المقبل موعدا لإقامة السوبر. يذكر أن الإمارات استضافت آخر نسختين للسوبر بين الأهلي والزمالك، حيث أقيمت الأولى بملعب هزاع بن زايد بإمارة أبوظبي في عام 2015 والثانية في إمارة دبي مطلع هذا العام. الكرة خطابا رسميا صباح اليوم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلب فيه الموافقة على اعتماد الموعد المحدد لمباراة المنتخب الوطني الأول
ونظيره الإماراتي في الأجندة الدولية والمقرر إقامتها في 9 نوفمبر المقبل. وتنص لوائح الاتحاد الدولي للعبة على عدم جواز إقامة مباراتين بصبغة رسمية أو ودية في الأجندة الدولية في فقرتين خلال 3 أيام فقط، ورفض إيهاب الهيطة الحديث عن الحلول والتي يمكن تنفيذها حال رفض الاتحاد الدولي مطلب المنتخب الوطني بإقامة مباراته الودية أمام الإمارات قبل مواجهة غانا ب3 أيام، مشددا على أن الجهاز الفني سينتظر لحين وصول رد الفيفا وتحديد الموقف النهائي والموعد والذي يمكن للمنتخب خوض مباراته أمام الإمارات فيه. اتحاد الكرة بالاتفاق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر إقامة معسكر أوروبي للفراعنة استعدادا لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا. ويرغب كوبر وجهازه في إقامة معسكر للمنتخب في إحدى دول أوروبا المشابهة في الطقس مع روسيا، واقترح بعض أعضاء الجهاز المعاون إقامة المعسكر في روسيا على أن يتخلله 4 وديات استعدادا للمونديال. وينتظر الجهاز الفني للمنتخب إجراء قرعة كأس العالم من أجل التعرف على المجموعة والتي سيقع فيها المنتخب والبدء في التفاوض مع منتخبات لخوض مباريات الودية. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري، مش بس عشان حياتي بحب الكورة، بطير بحلمي وعندي هدف. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث أكد عاصم حماد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي تقام في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 19 وحتى 30 أكتوبر الجاري. وأوضح أن الفريق لديه طموحات قوية للفوز بالبطولة والاحتفاظ باللقب، وأن دخول المنافسات والفريق يحمل لقب النسخة الأخيرة يزيد من المسؤولية على الجميع بتقديم عروض قوية. وشدد على أن الأهلي كفريق بطولات يتعامل مع جميع المباريات باحترام شديد، وأن الفريق جاهز من الناحية الفنية والبدنية لخوض المباريات في الوقت الذي ألمح فيه إلى قوة البطولة نتيجة مشاركة مجموعة من أقوى أندية القارة بها. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي رفع الحمل البدني والتدريبات الخاصة باللاعبين في معسكر الإعداد والذي انطلق أمس الاثنين في مدينة الحمامات التونسية استعدادا لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي تنطلق خلال الأيام القادمة وينظمها نادي الحمامات. وقرر المدير الفني عاصم حماد إقامة ميران الفريق على فترتين صباحا ومساء، حيث يرغب في الارتقاء بالنواحي البدنية وكذلك التوسع في النواحي الفنية والخططية للاعبين.
محمد عادل مدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي الفريق قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري. في التقرير التالي نتابع أبرز تصريحات محمد عادل المدرب العام لفريق اليد قبل انطلاق البطولة الأفريقية. الحمد لله لغاية دلوقتي الأمور ماشية بشكل كويس. احنا النهاردة وصلنا دخلنا ريحنا شوية ونزلنا عملنا تمرين خفيفة كده لفك عضلات وشوية تقويات. وطبعا اللعيبة احنا قفلنا صفحة الدوري، خلصنا الدوري أول امبارح آخر مباراة لينا، وإن شاء الله بنبتدي نركز عشان بطولة أفريقيا. طبعا احنا الحمد لله حاملين اللقب، الحفاظ على البطولة بيبقى أصعب، محتاج مجهود أكبر، وإن شاء الله نتمنى بس التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا محمود وعمر حجاج إضافة كبيرة، والحمد لله هم يعني منسجمين بشكل كبير مع الفريق، وهم لعيبة دولية فمفيش مشكلة إن شاء الله يخشوا مع الفريق وأسرع وقت في البطولة، وهيبقى ليهم إن شاء الله دور مؤثر مع الفرقة. وهم طبعا يعني مصممين مع زمايلهم ان هم يحافظوا على بطوله افريقيا ويضيفوا بطولات لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله بكره عندنا تمرين الصبح وبعد الظهر، وكله هيبقى في ملعب كره اليد، يعني مفيش حديد بكره. اول مباراه لينا مع الاهلي الليبي. المشكله الدوري في ليبيا او النشاط في ليبيا موقوف بقاله حوالي 3 سنين، فكان صعب ان احنا نجيب اي فيديوهات لفريق ليبيا. ممكن هناخد حوالي مثلا ربع ساعة جوه المباراة بحيث ان احنا نستكشف نقط القوة والضعف في فريق ليبيا، وان شاء الله احنا قادرين باذن الله ان احنا نتعامل مع المباراة باذن الله. طبعا البطولة دي هتبقى هنواجه صعوبات اكتر شوية من البطولة اللي فاتت. احنا السنة اللي فاتت بفضل ربنا سبحانه وتعالى كسبنا كل بطولات افريقيا، سواء بطولة الدوري او بطولة ابطال الكؤوس او بطولة السوبر، فده بيزود صعوبة المهمة علينا هنا في البطولة دي. اللعيبة كلها مقدرة الكلام ده هوت وحاسين بأهمية البطولة، زائد ان احنا ان شاء الله احنا طرف بطولة السوبر اللي في شهر 4 دي مؤهلة لطرف السوبر التاني، يعني الفريق اللي هيلعبنا ان شاء الله في شهر 4، فده مزود صعوبة المهمة. كان بإذن الله ربنا يكرمنا احنا هنعمل اللي علينا، وان شاء الله نتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الأهلي مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب المغرب على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. ويخوض الأهلي المباراة في غياب لاعبي الفريق الدوليين والذين يستعدون لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الأيام المقبلة. وتعد ودية المغرب هي الثانية للفريق خلال فترة الأعداد بعد الفوز على فريق هليوبلس 4-0 في المباراة الودية والتي أقيمت أمس بمقر النادي بالجزيرة. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster, bolder, or better with a ball. He's the official mascot of the 2018 FIFA World Cup. جولة في الملاعب العالمية، حيث تنطلق في 9:45 من مساء اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يخوض محمد صلاح
مع فريقه ليفربول الإنجليزي مباراة مهمة أمام فريق ماريبور السلوفيني. ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المباريات في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين خلف إشبيليا والمتصدر بفارق نقطتين، بينما يحتل ماريبور المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة. ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي على ملعب الاتحاد بإنجلترا، بينما يستضيف ريال مدريد الأسباني توتنهام الإنجليزي، ويحل بروسيا دورتموند الألماني ضيفا على فريق أبويل القبرصي. كما يلتقي فريقي سبارتاك موسكو وإشبيليا، ويستضيف موناكو بشكتاش التركي، بينما يلتقي فريق فينورد الهولندي بفريق شاختار دونستيك الروسي، وأخيرا يحل بورتو البرتغالي ضيفا على لايبزيغ الألماني. Introducing Tiger. He's strong. He's elegant. Sometimes. And his dream is to be the first footballer in space. أسفرت قرعة الملحق الأوروبي الفاصل للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي أجريت اليوم الثلاثاء في زيرخ عن مواجهة صعبة للمنتخب الإيطالي، حيث أوقعته مع المنتخب السويدي العنيد. وحجزت منتخبات بلجيكا، ألمانيا وإنجلترا وأسبانيا وبولندا وأيسلندا وصربيا والبرتغال وفرنسا مقاعدها في النهائيات بعدما تصدرت مجموعاتها في التصفيات الأوروبية، فيما أجريت القرعة اليوم في الملحق الأوروبي بين أفضل ثمانية منتخبات من بين المنتخبات والتي احتلت المركز الثاني في المجموعات التسع. ويخوض الأزاري مباراة الذهاب على ملعب السويد ثم يستضيف منافسه السويدي إيابا. كما أسفرت القرعة عن وقوع منتخب أيرلندا الشمالية مع سويسرا وكرواتيا مع اليونان والدنمارك مع أيرلندا. Introducing Cat. He is so agile and always keeps his eye on the ball. قالت صحيفة أس الأسبانية أن حصول نجم الكرة البرازيلية نيمار دا سيلفا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سيعود عليه بنفع مالي كبير، بجانب أنه أحد أهم أهدافه والذي يسعى لتحقيقها. وأشارت الصحيفة الأسبانية إلى أنه في حال فاز اللاعب البرازيلي بالكرة الذهبية خلال فترة تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يمتد حتى عام 2022 فإنه سيحصل على 3 ملايين يورو إضافية، ولكنه ورغم تواجده في قائمة المرشحين الثلاثين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام فإن نيمار سيجد صعوبة بالغة في الفوز بهذه الجائزة هذه المرة، حيث يتقاسم اللاعبان ميسي ورونالدو مرة أخرى حظوظ الفوز بها. كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم قد يتجه إلى التعاقد مع ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إذا أخفق في الحصول على خدمات هاري كان مهاجم توتنهام الإنجليزي. وقالت صحيفة ذا سان البريطانية أن النادي الأسباني
وضع راشفورد كخطة بديلة إذا لم ينجح في التعاقد مع كين في الصيف القادم، حيث أكد نادي توتنهام أكثر من مرة أنه لا يفكر في بيع أي من نجومه. وأشارت الصحيفة أن فلورنتينو بيراز رئيس نادي ريال مدريد والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يميلان أكثر للتعاقد مع راشفورد. أكدت صحيفة دسان البريطانية أن مسؤولي نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أخفقوا في إقناع اللاعب الألماني مسعود أوزال بشروط عقده الجديد، وبدأوا على إثر ذلك في البحث عن ناد آخر لشرائه في خلال فترة الانتقالات المقبلة. وكان نادي مانشستر سيتي قد أعرب عن رغبته في الحصول على خدمات نجم أرسنال أليكسيس سانشيز، حيث يتطلع المدير الفني للفريق الأسباني جوسيب غوارديولا إلى استكمال خطة الهجوم بالتعاقد مع لاعب منتخب تشيلي. ولكن الأمر بالنسبة لأوزال يختلف بعض الشيء، فقد تراجعت الكثير من الأندية عن فكرة التعاقد مع اللاعب الألماني بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها، على رأسها إنتر ميلان الإيطالي. يتطلع نادي برشلونة الأسباني لضم ثنائي جوليان براندت لاعب بايرن ليفركوزن وماكس ماير صانع ألعاب شالكة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بدلا من مهاجم ليفربول فيليبي كوتينيو. ونشرت صحيفة سبورت الأسبانية تقرير أكدت فيه أن برشلونة يسعى لتدعيم هجومه في يناير المقبل بعناصر جيدة، وأنه صرف النظر تماما عن البرازيلي كوتينيو. أرسل كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد خطابا جديدا إلى المحكمة والتي تنظر في قضية التهرب الضريبي الخاصة به. انتقد فيه بشدة هيئة الضرائب الأسبانية. وأكد رونالدو في الخطاب الذي اتهم في التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وتعد استخداما تعسفيا لقانون الضرائب. وقالت بعض وسائل الإعلام الأسبانية أن رونالدو رفض التوصل إلى تسوية مع هيئة الضرائب، مما يهدد اللاعب بالسجن. ويواجه رونالدو 4 تهم تهرب ضريبي بين عامي 2011 و2014 بقيمة إجمالية تبلغ 14.7 مليون يورو. وإلى متابعة أخبار الأهلي في صحف المواقع الإلكترونية، والبداية من بوابة الأهرام. مدرب الأهلي السعيد لم يشارك في التدريبات ولا مشكلة مع متعب، وأزارو يؤدي مهامه. ومن الجمهورية رباعية أهلاوية قبل الموقعة الأفريقية. من المساء الأهلي هزم الرجاء استعدادا للنجم. ومن الوفد شريف إكرامي يشارك في ميران الأهلي استعدادا للنجم. من المصري اليوم الأهلي يستعد للنجم دون راحة. ومن الوطن سبورت البدري يتمنى تحكيما عادلا أمام النجم الساحلي. من
الشروق عبد الحفيظ لانية للتفريط في أجاي وسعيد وسليمان جاهزان لمواجهة النجم. ومن البوابة نيوز مدرب حراس الأهلي إكرامي جاهز لموقعة النجم. من فيتو شمس يزور الإسكندرية لحضور الاجتماع الأمني للقاء النجم الخميس. وفي الجول الأهلي مروان محسن يعود بعد شهر. من دوت مصر عبد الله سعيد ووليد سليمان يشاركان في ميران الأهلي. ومن يورو سبورت عربية أربع حلول فنية لتعويض غياب عاشور أمام النجم. شكرتنا مع فقرة زي النهاردة. زي النهاردة في 17 أكتوبر من عام 2004 الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الرابع للدوري. سجل للأهلي نيجيري ماكي وعماد متعب والكولومبي كاستيلو في الشوط الثاني. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.